موجز الرابعة من إنفجراد، أهلا بكم. قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن النمسا طردت سابقا دبلوماسيين روس وستعيد ذلك في حال توفر لدى أجهزة المخابرات النمساوية الدليل على عدم امتثالهم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مؤكدا بالتأكيد نحتفظ بالحق في اتخاذ هذه الخطوة، ولقد كنت أول وزير خارجية نمساوي يعلن أن دبلوماسيا روسيا شخصا غير مرغوب فيه قبل عامين، وسأفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر. وحذر الوزير من أن الطرد غير المبرر المحتمل للدبلوماسيين من النمسا يمكن أن تتبعه خطوات جوابية روسية من شأنها حرمان السفارة النمساوية من فرصة العمل في موسكو، موضحا أنه إذا ردت روسيا فعندئذ ستضطر السفارة النمساوية إلى إغلاق أبوابها، وهذا لن يخدم أحدا أبدا. في ضوء رفع أسبانيا والسويد وسويسرا تدابير كورونا، قال عالم الفيروسات نوربرت نوفوتني أن النمسا كانت ستكون مثلهم الآن لو لم ترفع معظم الإجراءات في ذروة موجة أوميكرون، موضحا أن الخامس من مارس كان مجرد خطأ فادحا جعل أوميكرون يستمر لمدة أسبوعين ونصف أطول بالنسبة لنا. وأضاف أنه بسبب عدد الإصابات الآخذ في الانخفاض فمن الممكن أن تنتهي متطلبات الكمامة يوم السبت المقدس 16 أبريل. ويوصل خبير الحكومة أن تنظر إلى الوضع مرة أخرى قبل أيام قليلة من 16 أبريل والانتظار أسبوعا أطول لرفع متطلبات الكمامة، ويفترض عالم الفيروسات انخفاض أعداد العدوى والاستشفاء في أبريل بحيث يمكن رفع معظم إن لم يكن جميع الإجراءات في نهاية أبريل أو بداية مايو، وهذا تفاؤل حذر قائم على التوقعات. أعلنت وزارة التعليم في النمسا أنه من بين 50,000 لاجئ أوكراني تم تسجيله في النمسا تم تسجيل 5,000 طفل وشاب لاجئ في المدارس المحلية في النمسا، نصفهم تقريبا بمدرسة ابتدائية وثلثهم بمدرسة إعدادية، وتتم الدراسة في الغالب في فصول منتظمة ويتلقون دروسا في اللغة الألمانية. وقد عرض المعلمون المتقاعدون مساعدتهم في جميع أنحاء النمسا. ووفقا لمديرية التعليم يتم محاولة دمج الطلاب في الحياة المدرسية اليومية على أفضل وجه ممكن من خلال عروض التعلم الخاصة في فترة ما بعد الظهر أو الدعم من علم النفس المدرسي، ومن خلال حملات الترحيب أو توزيع حزم بداية المدرسة وتحمل التكاليف، وهناك مبلغ إضافي قدره 200,000 يورو لتوسيع العمل الاجتماعي المدرسي. حذرت منظمة كاريتاس في شتايرمارك أنه ليس فقط اللاجئين من أوكرانيا بحاجة للمساعدة، بل أن أيضا أعداد النمساويين المحتاجين للمساعدات بسبب ارتفاع الأسعار في ازدياد مستمر، موضحة أنه بسبب ندرة المواد الغذائية الأساسية في المدارس في المتاجر فإن الطلب كبير على الدقيق وزيت الطهي والملح والسكر والمكرونة والأرز والحليب، ولهذا دعت منظمة المعونة إلى أسبوع من العمل من 5/7 أبريل إلى 4/13 أبريل، وذلك ليتم تسليم المعونات في جميع مواقع كرالا في غراتس خلال ساعات العمل. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على الساعة 5:30 مساء خاصة في رمضان.